رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. كلمتين من القلب، لا مكتوبين ولا متحضرين، بنقولهم زي ما هما كده. في سحور من اليومين اللي فاتوا دول قاعد مع ناس، وقابلت واحد بيحكي قصة على شخص ربنا ستره، والشخص ده قرر ان هو يجيب المعلومة اللي محدش عارفها. راح لامم الناس كلها وحط المايك قدامه مثلا يعني، وبدأ يتكلم. تعال احكيلكوا فلان حصل فيه ايه وانتوا ما تعرفوش. ده متخانق كذا 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 كذا، وفي بيته حصل كذا 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 كذا. يا راجل، ده احنا بنقول ربنا يسترها علينا. فانت لما واحد ربنا يسترها عليه، تبقى انت سبب انك تفضحه. خلي بالك، ساعات كتير واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض بنعملها بحسن نية او بهدف ان انا عندي المعلومة اللي مش عندك. بس خلي بالك، ربنا بيسترنا في حاجات كتير قوي، ودي دعوة مهمة بندعيها دايما. يا رب استرها معانا، استرنا يا رب. الستر ده في حاجات كتير قوي. فتخيل ربنا ستر واحد في مشكلة من المشاكل في حياته، تيجي انت تفضحه؟ تيجي انت عشان تاخد القعدة وتخلي الناس تبقى عارفة ان انت اللي عندك المعلومة اللي مش موجودة عند حد، فانت تبقى سبب لفضحته. خلي بالك بالكلام اللي احنا بنقوله والطريقة اللي احنا بنقولها، ساعات ممكن تودينا لحاجة تبقى خطيرة، تودينا لحاجة نشيل عليها ذنب كبير قوي. وحط في اعتبارك نقطة تانية كمان، زي ما انت هتعمل في حد كده هيتعمل فيك كده. خلينا دايما من الناس اللي بتاخد بالها من الجمل والكلمات اللي بنقولها في القعدات واحنا قاعدين مع اصحابنا، والقصص اللي بتتحكي حتى لو عندك المعلومة. طالما مش هتفيد سيبها عندك، يمكن اللي انت هتقوله ده يبقى سبب لضرر للشخص اللي انت بتحكي عنه القصة. وخليني اقولك ان ممكن بحسن نية بتبقى بتتكلم من جواك، مش قصدك حاجة وحشة، بس ساعات القصة اللي ممكن تحكيها عن حد تبقى الحاجة الوحشة اللي بتضر. خلينا ناخد بالنا، صدقني هتفرق كتير قوي. خلينا دايما ماشيين بفكرة قول الجمل اللي هتفيد الناس مش تضرها، وربنا يسترها علينا جميعا. اشوفكم في حلقة جديدة. رمضان كريم.